وليس للذة الطاعة، حتى لا تكون عبد لذة الطاعة ولا عبد الذكر، بل تكون عبد المذكور. فهذه خلقية صوفية رهيبة. ويقول أيضا: والنفس كالطفل تهمله شب على حكم الله، وإن تفطمه ينفطم. وهذه خلقية صوفية، مخالفة النفس، مخالفة النفس والشيطان. وهو يلخص ذلك: وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك المصحف فاجتنب. يعني فيها تربية، وفيها حلم، وفيها حب، وفيها شوق، وفيها بيان لفضائل هذا النبي وعظم قدره الذي تولاه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن بركات هذه القصيدة المباركة أن قائلها كان يعاني من الفالج، فالج اللي احنا نسميه الوقت شلل نصفي، يعني قالوا شلل نصفي، فمكث في البيت، وربنا ألقى في روعي أنه يؤلف مدحا في النبي يتوسل به إلى الله بحبه للنبي النشفي. فبدأ يكتب هذه الكتب، ثم وقف عند بيت انقطع عليه حبل الشعر، فبقى شعر شعره، اللي هو لما وصل فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأحد يومين ثلاثة مش عارف يكمل بقيه الدنيا، لحد ما قال الرسول في رؤيا وقال له أنه خير خلق الله كلهم، فابتدى يكمل بعدها حتى تكون هذه القصيدة كانت على عين النبي حتى وهي بتصنف. وبعدين لما أكملها جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا ومسح على كانه المشموم. هو الفالج ده اللي هو الشلل بس باللغه القديمه يعني. فلما النبي مسح على جانبه المشلول استيقظ على صلاه الفجر يتحرك ماشي عادي طبيعي، فراح يصلي عند سيدي موسى ابو العباس في الاسكندريه. الناس مستقبلينه بقاله شهور طويله لان المريض فكه بيه واقف الصف بيصلي. فواحد من الناس اللي زي المجازين اللي هما بيبقى يعني عقله فيه خلل ليه لما تجيله معارف في القلب في الطاقة تعطل، فيحصل نوع من الخلل كده في عقله والإدراك، بنسميه احنا مجنون بسبب ايه؟ لما يجيله أنوار أكتر من طاقة تعطل فيحصل نوع من الخلل. فواحد من الجماعة دول الطيبين دول قال له ايه؟ قال له: أستحلفك بالله أن تقول للناس ما قرأته على المهدي وكان سبب شفائه. فقد رأيت النبي وأنت تقرأها عليه للأمس في الزنان. الرجل ده ما يعرفش يعني قالوا النبي وجابوا إيه سيدنا مع إنه لسه ما قرأهاش على حد جابها في الرؤية. فأستحلفك بالله أن تقرأها على الناس. فمنذ أن قرأها على الناس هذا القبول على مستوى الأمة الإسلامية كلها اللي تتكلم بكل لغتها للغاية سبحان الله. فتجد البردة دي بلغتها العربية الفصيحة الجميلة الواضحة اللي هي من جمالها مش محتاج تشد، يعني من جمال حتى القصيدة مش محتاج تقرأ تشد، فبتقرأ في كل بلاد المسلمين بكل اللغات، وتكتب حتى بماء الذهب وفوز نتيجة معيارة صلى الله عليه وسلم. قد إيه حازت القبول عند الحضرة النبوية التي جعلها تشيع هذه لهذا الشيوع. لما نجد قصيدة في مدح النبي شاعت، يعني قصيدة بنت سعاد اللي اتقالت قدام النبي ما شاعتش والناس ما احتفظتهاش الا يمكن العلماء الجاهزة، مع انها اتقالت قدام النبي وهي الاحق باسم البردة لانه النبي ايه طور جتي لما قرأها زهير بن ابي سلمى. وعلشان كده بعض العلماء يقول لك ان دي ايه حقها تبقى اسمها البردة لانها فيها الشفاء، وأن البردة الحقيقية قصيدة بنت سعاد فقلبي اليوم مكبول مخيم الإفداء لم يفدى مكبوله، اللي هي قالها سيدنا كعب بن زهير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول أنصت إليها فصارت كأنها حديث لإقرار النبي. وعلى شكل إحنا بنحب ندرس قصيدة بنت سعاد ليه؟ لأن النبي سمعها، وطالما النبي سمعها وسكت يبقى أقرها، فتاخد من إن سنة النبي إيه؟ شيء أقره أو قاله أو فعله. مش هي سنة النبي ثلاث حاجات؟ إقرار أو فعل أو قول.
فدي من ضمن ايه؟ عشان كده كان العلماء في الازهر كانوا يدرسوه على الطلب. يقول لك انت بتدينا شعر ايه يا ابني؟ دي سنه تقريريه، كان النبي اقر مكانه واقر ما قيل فيها، واقر ايضا للشاعر ان يسبح في خياله ما شاء طالما الوجد يدفعه. يعني قاعد يشرح ايه في قصيده بنت سعاد بحوالي اكثر من 16 بيت، ما بيجيبش سيره النبي خالص. قاعد يشرح الناقه وصفات الناقه اللي هيركبها عشان توصله للنبي. وانها لابد تبقى ايه؟ ناقه بي ام دبليو فول اوبشن. ازاي تسير وتعمل وتقيس غرس وتعمل عمايل مفيش بعد كده بقى عشان تمشي في صحراء، والحقيقه دي صحراء نفسه. خد بالك دي رمش. واخد بالك ازاي؟ والناقه دي اللي هي الايمان الذي نجاه ووصله للنبي. الناقه رمش. وبعدين الوحشة اللي أصابته هي وحشته التي كان فيها في الكفر حيث هجى النبي. فهمت بقى؟ فهي كلها رموز، واخد بالك؟ فهو بيوصف وحشة نفسه وطول الطريق الذي سار فيه في حال ضلاله، وكيف كان وعرا وكيف كان صعبا وكيف وكيف، ثم أنقذه الله بهذه الناقة التي إيه؟ أنقذته وأخذته، وكأن جاءه خاطر. هذا الخاطر الذي دفعه وسافر به في نفسه حتى وصل لرسول الله مؤمنا برسالته ومقرا بنبوته. هذه الناقة هي دي بقى إيه اللي سافر عليها. فهمت؟ فهي مش الناقة جمل يعني، لا ده حاجة تانية، والمعنى في إيه؟ في جوف الشاعر. فالمهم إن قصيدة البردة دي قصيدة من القصائد العظيمة اللي بتجعل الإنسان كلما قرأها كلما هيجت فيه الأشواق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعض الجماعة الجهلة اللي انتوا عارفهم وانا عارفهم وكلنا عارفينهم، واخد بالك، ما فهموش بعض الأبيات فيها. ليه بقى؟ لأنهم أصلا لم يعرفوا نبيهم في الحقيقة، هم انشغلوا بالشخص المحمدي عن الحقيقة المحمدية. لأن الإنسان أصله روح قبل أن يكون شخصا، والنبي بروحه سابق الأكوان كلها، لولا سبقه للأكوان ما كانت أكوان صلى الله عليه وسلم. علشان كده قال له فإن من جودك الدنيا وضرتها. يعترضوا، ما هو مش ربنا سبحانه وتعالى خلق الأكوان كلها بالرحمة؟ طب يبقى لابد أن الرحمة تكون سابقة، فلولا ظهور الرحمة ما ظهرت الأكوان، لا دنيا ولا آخر. فإن من جودك الدنيا وضرتها، لأنه رحمة للعالمين. كأنه هو بيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بس قالها بالشعر بالمعنى عشان تعرف ان هم لا يجاوزوا تراقيهم، مش فاهمين. يالو وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، يفتكروا ان الكلام ده للشخص المحمدي. لا يا سيدي، ده مش للشخص المحمدي، ده العوالم كانت قبل ظهور الاشخاص، كانت العوالم مخلوقه قبل ظهور الاشخاص. وعلشان كده تلاحظ وبعد ما ارسلناك الا رحمه للعالمين في سوره الانبياء في اخرها الايه اللي بعدها يقول ايه؟ قل انما يوحى الي، ما قالش قل انما انا بشر. يبقى الكلام هنا مش بيتكلم، الكاف هنا الخطاب مش للبشريه. يعني قال كده ايه بعدها على طول ما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى الي. ما لاحظتش الحكايه دي؟ يبقى الكاف الخطاب دي ليست موجهه للبشريه، دي موجهه لما قبل ظهور البشريه وهي الروحانيه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى نفهم بالطريقه دي فان من جودك الدنيا وضرتها، لان اعترضوا على البيت ده. وبعدين ومن علومك علم اللوح والقلم، احنا عارفين ان علم اللوح ده فيه مرادات الله التي ارادها ان تظهر في الاكوان فخطها في اللوح. حتى القران نفسه كان في اللوح. كويس؟ يبقى اللوح المحفوظ ده غايه علم سيدنا جبريل. لان اللوح المحفوظ عند فين؟ عند سدره المنتهى. وسموها سدره المنتهى ليه؟ عندها ينتهي علم الخلائق. كويس؟ طب رسول الله في المعراج جاوز سدرة المنتهى، فصار اللوح والقلم جزء من علومه، لأنه أفيض عليه علوم أخرى لما جاوز سدرة المنتهى، فصار من علومه علم اللوح والقلم. يقوموا يجيوا الجهلة لأنهم لم يقدروا الله حق قدره، يقول لك يعني بقى ساوى الله في العلم؟ يا سيدي، هو علم الله سبحانه وتعالى ده لا نهاية له، ولكن احنا بنتكلم على العلم الذي افاضه على المخلوقين. فلا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض الله عليه علم لم يفضه على
إنسان آخر ولا مخلوق آخر ولا ملك ولا أي مقرب، لأنه سدرة المنتهى دي نهاية علم الخلق، يدخل فيها الأنبياء والملائكة. ومين اللي جاوزها؟ الوحيد، الوحيد هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين العجيب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج دليل في إيه؟ في الأرض وفي السماوات. لما جاوز سدرة المنتهى وغلبت عليه الروحانية، بقى هو دليل جبريل، مش محتاج جبريل خلاص. ليه؟ لأن هنا موطنه، موطنه فيما جاوز سدرة المنتهى، فمحتاجش معاه دليل يقول له امشي يمين ولا شمال. فهمت؟ دخل على طول. انت قدمت ايه؟ اخترقت. وانا انت قدمت احترقت. كل دي المعاني دي صاغها في ابيات شعريه بسيطه لطيفه لا يفهمها ايه كثير من الناس، للاسف كثير من الناس اللي هم ايه ضيق الافق في معرفه نبيهم وفي معرفه ربهم. كويس؟ للاسف. ما هو العجيب ان من لم يقدر النبي قدره لا يقدر الله قدره. لما تجهل الرسول تجهل من ارسله، من باب اولى. وهم وقعوا في هذا للأسف. وبعدين لما يجي يعترضوا على بيت تاني، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند، ويقولوا اللواذ بالله. طب هو ما قروش حديث الشفاعة؟ ده حديث الشفاعة ده مروي في الصحيحين، ده مروي في كتب الستة، السنة الستة مش صحيحين بس. وهم يدعوا أنهم أهل حديث، ويطلع لسانه كده ويتفتف وهو بيقولك أنا أهل حديث، وهم لا أهل حديث ولا أهل قرآن. ليه؟ لأنه ما يفهموا، لم يقرأوا حديث يوم القيامة والناس هتروح لسيدنا آدم وسيدنا آدم يقول لست لها، اذهبوا إلى نوح وسيدنا نوح يقول لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم ومنه إلى إيه موسى إلى عيسى، لحد ما سيدنا عيسى يدلنا على سيدنا محمد، وسيدنا محمد يقول إيه أنا لها أنا لها. يبقى الناس كلها لما لازت بأبيهم آدم يبقوا مشركين؟ هو يتصور شرك يوم القيامة؟ ده يوم القيامة أصبح كل أهل الموقف مؤمنين، كافرهم ومؤمنهم، لأن كشف الحجاب بالموت. لما يكشف الحجاب بالموت خلاص الكل صار مؤمن. لكن الإيمان اللي عليه تبقى من أهل الفضل فتدخل الجنة، أو تبقى من أهل العدل فيدخل النار، ده الإيمان ده لابد يبقى في فترة الدنيا. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي لا يتصور شرك في الآخرة. ولو كان ذهبهم لابونا آدم شرك، كان أبونا آدم علم ولاده وقال لهم كده مشركين قولوا يا رب، لكن أبونا آدم ما كانش وهابي. واخد بالك ليه؟ لا يؤيد المذهب هذا المذهب. ده قال لهم روحوا لنوح، ده قال لهم على نبي تاني. الله، ده بيكتر لهم الوسائط، مع إن أبونا آدم عارف إن إيه، إن الحكاية في إيد ابنه محمد، خد بالك ده عارفها، لكن هو عايز إيه؟ أولا يبين إن هو الوحيد لا شريك له في المسألة دي. فهمت إزاي؟ لا شريك له في الخلق. ليه بقى؟ لأن لو كان قال لهم روحوا لمحمد لما تنقضي يقول لك ما إحنا برضو لو كنا روحنا لنوح يمكن كانت مشيت، لو روحنا لأبونا إبراهيم كان يمكن تمشي. يوم ربنا أبونا آدم بقى بيعلم ولاده، فهمت؟ وهو أبونا إبراهيم يعني لما قال لهم روحوا لموسى مش عارف إن هي في إيد محمد؟ إذا كنا إحنا عارفين هنعرف أكتر من الأنبياء؟ ده إحنا عارفين يعني هنعرف أكتر من الأنبياء يعني. لكن افهم إن الأنبياء تريد أن تعلمنا في الموقف ده أنه هو صاحب المقام الذي لا يشاركه فيه أحد ولا ينزعه فيه أحد، حتى لا يخطر في بال أحد يقول لك أما لو راحوا لكذا كانوا ممكن تتقضي برضو، إيه اللي ضمننا؟ طب أهي روحوا. فالأنبياء بيقيموا الحجة على إيه؟ وبعدين فكرك اللي حيروحوا يتلطموا من أبونا آدم لسيدنا نوح لسيدنا إبراهيم، دي الأمم السابقة، أمة النبي عارفة قاعدة على الحوض ومستنية الناس تيجي. أم إحنا هنلف ليه؟ ما إحنا عارفين. فأمة النبي عارفة، خد بالك أمة النبي مستثناة خارجة عن المسألة. فإحنا مش إحنا عارفين مالي من ألوذ به سواك، ما إحنا عارفينها من دلوقتي، فهنروح ليه؟ فهمت؟ فعلشان كده تلاقي أمة النبي حوالين الحوض مستنية الأمم التانية متلطمة على الأنبياء. فهمت بقى إزاي؟ ومعاهم الجماعة إياهم. هيتلطموا شوية برضو لحد ما يجوا، وفي الآخر النبي رحمة العالمين يشفع فيهم برضو. واخد بقى؟ ما هو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده عندهم في بعض الأبيات اللي هم اعترضوا عليها وإن كانت معناها صحيح. وبعدين أما يقولوا مثلا إيه؟ برضو وقدمتك جميع الأنبياء
ايه تقديم مخدوم على خدم. فبيقول لك ان مخدوم دي يعني كلمه ما تلقش بالانبياء، يعني ايه بيدافع على الانبياء ويجي مع النبي مش عارف يوقره، حاجه غريبه. غار على الانبياء ولم يغير على نبيه، حاجه غريبه. وبعدين اولا يكون خادم السيد سيد، خد بالك ده اعترف بسياده الانبياء كلهم. ليه؟ لان الانبياء ائمه فقدموا امامهم. فهمت بقى ازاي؟ فالحكايه كلها بيبينوا ان امام الانبياء مين؟ هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فقدموك تقديم مخدوم على خدم، وخادم السيد سيد. فهمت بقى المساله؟ فما فيهاش انتقاص لحق الانبياء ابدا كما ادعوا هؤلاء الناس. وليا بس ملحوظه في الفضلاء اللي قرأوا لنا هذه البرده بانغام لطيفه يعني طيرت قلوبنا، حتى ان اللي قلبه ضعيف كان ممكن لازم كان ياخد دواء علشان يلحق يتحمل يعني. فايه كل مسود من اللمم، مش من إيه من اللمم، مش من اللمم، من اللمم. كل مسود من، لان اللمه اللي هي ايه مقدمه الراس، انما اللمم اللي هي الصغائر الذنوب. فتقول كل مسود من اللمم، واخد بالك ازاي؟ انما الثانيه اللمم اللي هي ايه صغائر الذنوب، واللمم اللي هي نواصي الاعداء. يبقى ايه علشان كده نصححها يعني في القراءه ان شاء الله ربنا يكرمه. وبعدين اللي ما اسموش محمد ويقول فإن لي ذمة منه بتسمية محمد، فممكن يقول ايه فإن لي ذمة منه بتسمية أبو محمد. فيبقى اللي مالوش محمد اللي اسموش محمد لما يجي إقراه يقول ايه بتسمية أبو محمد، ويبقى ده حرص إن الإنسان الأعزب يتزوج ويجيب لنا واد اسمه محمد عشان ايه ما يجي يقرأ الايه يقرأ البيت ده ياخد باله. وعلشان كده أنا أول والد أنجبته سميته محمد عشان يبقى إيه فإن لي ذمة منه بتسمية أبا محمد وهو أوفى الخلق. وإن كانت امرأة تقول أم محمد، فإن لي ذمة منه بتسمية أم محمد وهو أوفى الخلق، أو بتسمية ولدي محمد، بس إيه علشان ما يتكسرش البيت قوي يعني، بتسمية ولدي محمد، واخد بالك، وهو أوفى الخلق بالذمم. في برضه ملاحظة إيه، وما حصلت إلا على الآثام والندم. فما تقولش حصلت لأن تكسر البيت، تقول حصلت إيه بالفتح دون تشديد، وما حصلت لأن تمت القراءة حصلت. فإيه فالأولى إنك أنت تقولها علشان ما يتكسرش البيت في النغم يعني. العلماء بتوع الشعر يعني والعلم العروض هيقول لك كده كسرت النغمه، فتقول حصلت. وحصلت وحصلت بمعنى واحد على فكره في اللغه، يعني لا فرق بينهما، وان كان الفرق بينهما في ايه في صعوبه التحصيل، واخد بالك؟ لما تبقى حاجه حصلت عليها بصعوبه تقول حصلتها، يعني بقى طلعت روحي على ما جبتها، انما حصلت قد تكون فيها السهوله يعني أدركتها بسهولة، إنما حصلت يعني أدركتها بصعوبة. أدي الفرق، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وبعدين برضو إيه تجلى باسم منتقمي، وفي رواية تحلى باسم منتقمي، لكن الانتقام صفة تجلي مش صفة إيه تحلي، وعلشان كده الأولى تقولها تجلى لأن باسم منتقمي. فطالما الانتقام يكون من باب الجلال وليس من باب الجمال، فالتحلي من باب الجمال والتجلي من باب ايه الجلال. وهنا ده البيت ده جلال، واخد بالك؟ وجلال اللي بيقرا كمان، يبقى ايه يبقى تجلى، واخد بالك ازاي؟ فدي يعني بعض الملاحظات البسيطه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها منا ومنكم، وان يقربنا الى الجناب العالي جناب سيدنا رسولنا، يجعلنا تحت نظره، وان يجعل هذه البرده حيثما تليت سببا لجمع القلوب وتاليفها وإبراز محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب والشوق إليه والإقبال عليه واحترام سنته ومحبته ومحبة آل بيته، وتكون سببا لنزول السكينة وحضور حضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يحضر حيث يمدح صلى الله عليه وآله وسلم. وجزاكم الله خير على هذا الجمع المبارك، ومتأسف على بعض التعديلات، ولكنها يعني ايه اعتبروني ابوكم يعني. وجزاكم الله خير واكرمكم الله طيبا مباركا فيه. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، بنبيك نستغيث، فهو رحمتك يا رب العالمين.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، بنبيك نستغيث، بسيدنا محمد نستغيث، يا سيدنا يا رسول الله أغثنا وخذ بأيدينا إلى مولانا، يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم بارك في أمة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم وألهمهم رشدهم وألف بين قلوبهم وولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم آمنا وآمن سائر المسلمين في كل بلاد المسلمين من كل بلاء ووباء وفتنة يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، أحينا على حبه وتوفنا على حبه ومحبته وعلى سنته وعلى حب آل بيته وحب من أحبه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا لحبك. اللهم بارك في أهل هذا البيت الذي وسعونا وجعلونا نستمتع بسماع هذه القصيدة المباركة، يجعلها نورا ورحمة لأهل البيت وللحاضرين ولكل المسلمين في كل مكان. نستغيث بها إلى الله أن يرفع كل وباء وبلاء ومحنة من سائر بلاد المسلمين، وأن يزيل الأفكار الضالة المضلة التي فرقت المسلمين وأراقت دماء المسلمين من عقول بعض من علقت في قلوبهم هذه الأفكار، وأن ينقي مناهج المسلمين من هذه الأفكار الضالة والمضلة في مدارس المسلمين جميعا، وأن يحمينا ويحمي ذريتنا من هذه الأفكار الضالة المضلة، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين وغير خزايا وعلى أكمل حال من الإسلام والإيمان والإحسان. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت.